كابتن اسامه الف مبروك، توقعت فوز الاهلي حتى لما وصلنا لركلات الترجيح. اه بس طبعا انت رجعت لما توصل لركلات الترجيح بتبقى النسبه قريبه من 50 ل 50 طبعا، لكن مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهيرنا، مبروك لكل من ينتمي للنادي الاهلي. مكسب مهم جه في ظروف صعبه، لكن المهم المكسب. انا شايف انه في 3 4 نقاط هو اللي وصلونا للمرحله دي. اولا فتره الراحه الطويله برضو مخليه الاداء مش احسن حاجه، فتره الراحه اثرت بالسلب على لجنه دي. مش احسن الاداء، مش احسن حاجه يعني. لما بيخش في رتم المباريات الرسميه غير ايقاع المباريات الرسميه مختلف، دي نقطه. الحاجه الثانيه انا شايف ان كان في لعب في التشكيل شويه من بدايه اللقاء، ممكن يكون مستر كولر شايف انه يلعب ناس بيشوفها او مريح ناس اساسيين بره، وجهة نظر ماشي، كل ده يحترم، هو اللي ادرى بيه. ولكن انا اعتقد احنا ضيعنا وقت كتير شويه، كان ممكن في البدايه تبقى افضل من كده، سواء في مركز الجناح، سواء في وسط الملعب بالنسبه لديانج، سواء في مركز الجناح بالنسبه لبرسيتاو، لعبد القادر، لاي حد من اللي بيلعب في الاطراف، حسين الشحات على حساب حسام او شادي، يعني كان يكتفي بواحد، دي وجهه نظري الشخصيه. ديانج كان سهل جدا، والدليل انه لعب من بدايه الشوط الثاني وادى، يعني ما كانش فيه حاجه، لا اصابه ولا حاجه، الراجل ادى كميات جري كبيره جدا وكافح في النص ساعه في الشوط اللي لعبه الثاني وثم الثالث والرابع، يعني كان يقدر يلعب من بدايه اللقاء. ده سبب ثاني. والسبب الثالث عدم استغلال الفرص بالذات في الشوط الاول. الشوط الاولاني جالنا اكتر من فرصه، كان سهل تخلص الماتش، لكن لما جبت جون ثم المقاولين تعادل، المقاولين خد يعني دافع جديد ليه، بقى متحمسين جدا، بقت وصولك للمرمى ما بقاش بسهوله، ابتديت تعمل التشكيلات اللي هي اقرب للشكل الرئيسي. محاولات كان في بعض المحاولات ولكن قلت، لان المقاولين استأسد اكتر. المقاولين بالظبط استأسد اكتر وعايز يوصل لضربات الجزاء، وفعلا وصل لضربات الجزاء. فانا شايف هم الثلاث اسباب دول اللي ممكن يكونوا اثروا ان النادي الاهلي ما كسبش في وقت المباراه، لكن ده وارد، اللي هي زي ما قلت لك الراحه، وما لعبناش بالتشكيل الامثل من البدايه، وعدم استغلال الفرص. لكن ده وارد في الكوره وبيحصل. المهم ان الحمد لله اللعيبه اجادت في ضربات الجزاء، والشناوي صد الكره الاخيره طبعا، وقبلها كره فاروقه طلعت فوق العارضه. فالنادي الاهلي مبروك ليه المكسب، ايا كان شكله هو جه ازاي، لكن المهم انت كسبت في النهايه ووصلت للدور قبل النهائي، وان شاء الله تركز، لان دي بطوله مهمه جدا. صحيح الدوري العام هو البطوله الاهم، ولكن كاس مصر مهم جدا طبعا. انت في مباراه توصل نهائي وتاخد بطوله، فارجو ان اللعيبه ان شاء الله تهتم قوي وتركز في مباراه سموحه الجايه ان شاء الله باذن الله.